السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المملكة النباتية واحدة من أعظم مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى في الكون. النهاردة إن شاء الله تعالى هنشوف في برنامج الجمال في القرآن قدرة وعظمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الأشجار والنباتات. تعالوا نبدأ إن شاء الله تعالى حلقتنا النهاردة وهي عن المملكة النباتية أو الأشجار. النباتات والمملكة النباتية واحدة من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. كل شجرة في هذا الكون في هذه المملكة العظيمة بتدل دلالة قاطعة على وجود إله وخالق ومدبر لهذا الكون. لما تتأمل كل النباتات اللي حوالينا من الجذور والسقان والأوراق والثمار وكل تفاصيلها هتحس فعلا كل هذه الأشياء لم تخلق عبثا ولم تخلق بالصدفة، بل خلقت من خلال حكيم حميد خلق كل هذه المخلوقات بحكمة واقتدار. لما تيجي تتأمل كل شجرة موجودة في هذا الكون، شكل هذه الشجرة وألوانها وطولها، وشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى نوع في الخلق ما بين الأشجار الضخمة العملاقة اللي قد تصل أحيانا من القوة ان هي بتحجب الشمس، او الى الأشجار الصغيرة الضئيلة التي قد لا ترى بالعين المجردة. النهاردة هنعيش رحلة مع المملكة النباتية وهنشوف العظمة والقدرة وهنشوف الجمال كله اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في هذا النبات. تعالوا نتأمل الأشجار ونشوف الأشجار دي يعني قد إيه هي عبيدة لله سبحانه وتعالى، ونشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى اللي ظهرت في هذه الأشجار لدرجة إن إحنا بنحس إن الأشجار بتسجد لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لما تيجي تنظر إلى هذه النباتات وتشوف الترتيب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه، وشوف كل ورقة ربنا سبحانه وتعالى خلقها يعني في هذه النباتات بقدر وبحكمة، حتى السقان وازاي أشكالها، النسب اللي موجودة ما بينها من الرفع والتخن والتخنات والمقاسات، هتشعر فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى إله قادر عظيم، وان هو قدر كل شيء بحكمة في هذا الكون. ما فيش شيء في هذا الكون خلق عبث، كل نبات ليه مواصفات معينة ربنا سبحانه وتعالى وضعها فيه. هنتأمل يعني في هذه الحلقة الجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في النباتات. هنشوف أشجار يعني قديمة الزمن مر عليها يعني مئات وألاف السنين، وحنشوف الأشجار البسيطة القليلة الضئيلة وقد إيه حكمة ربنا. هنشوف ألوان الأشجار زي ما بنشوف، وشو إزاي ربنا سبحانه وتعالى أعطى لكل شجرة لون، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لكل نبات من هذه النباتات وظيفة ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشانها. الله عز وجل يقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هنشوف التوازن اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في هذه النبات، في حالة من التوازن بنشوفها في كل نبات وفي كل ثمرة. لولا هذا التوازن وكل الأشياء اللي ربنا قدرها بحكمة ما كناش شفنا الجمال ده، ما كناش شفنا العلاقة الجميلة جدا اللي ما بين الأشجار الضخمة العملاقة والحشائش اللي موجودة يعني في السفنة. يقول سبحانه وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم.